بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قلنا زي أحكام لونتوس لزوكما زمريكا نكمل تيموا لونتوس وتيموا يدو أتواي هوا يمبوا هاو ديرو نهايزو بيا فوائد كاو نينجي فايدة نينجي كاسبانو i madoktori kao wazone zao hawa utemua kupahonazo hukuma na zi adabu sharia miongoni kwa Mwenyezi Mungu Ta'ala yuhibbu lontos yani wenza mika utemua kwa Nabii sallallahu alayhi wasallam inna Allah yuhibbu lontos yani Mwenyezi Mungu Ta'ala mika utemua kwa utemua kad warada fi sunna siga kalite ahwaye alhamdulillah demru himidi abanda ikamru utemua وهي قول الحمد لله بنقول الحمد لله بعد تموا هذا بيا يو إشارة يكون يساو هو تكوف وهو يتكوف من يزم سبحانه وتعالى جلور مواي هذا بيا منا أو تولي أو زيرو يعني بنعمة لانتوس يعني هاي نعمة هي وتموا يزوا تولي أو زيرو كا بعد أبو كيشا أو شرينش أتينا ومهمي ديه نعوك بارنا فضيلة هايزو بيا ثم ادوا يا خيري كاو امياو هوا حديث ابو شعب هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا عطس احدكم فليقل الحمد لله لكم مجاهر وانيو اتسموا نرقل الحمد لله وليقل له اخوه يعني من ياها لبفني او صاحب ومزنوه يرحمك الله ميزنا وريم فاذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله يصيب لكم yani katiro ngo mwizi na hongo arekeleze ni uhayatu wanyo na haki mengonizi haki za mwislamu na kamu ya atemua hende mwakaru atemua himide mwizi mwiswa taala miaha li bavunia ayushamita huu minisami hao yani minisami hao mwika wakia arungu ya arhamu ka Allah watashmita adduwa bil khairi yani do umila miwa adduwa ya khairi قال النبي صلى الله عليه وسلم تبرغوا إذا أعطس أحدكم فيحمد الله كما جاء من يسموه أحمد من يزمه فحق على كل مسلم حق جمع كل الإسلام سمياه وأمكيا أن يقول ونغى يرحمك الله كم يزن مرهم ومعنى يرحمك الله معنى يو أي جعل الله لك ذلك لتدوم لك السلام من يزن وجعل هيزو وسلامه كدي معبدا بالزام na hiyo njema mrikawa temua yani baada mrikawa temua ayyarida ala man shammatahu fayakul yahdikum Allah subakum yani kawa temua wanungu alhamdulillah mnizungu wili alhamdulillah ya arhamuka Allah wa wabwa mwabia yahdikum Allah yusilbakum wa mwile mnyaw dua wa man lam yahmidillah baada antasatihi fala yishammat yani baada mrikawa temua karungu alhamdulillah wa wakuna mwabia arhamuka Allah ومن عطس ولم يحمد الله مركاو اسموا ولك حمد منزل نسيان حولولا استهب لمن حضره ان يذكره يعني جمع الى لم بفن واي امنا نسيتي ارغو الحمد لله كتل واي با مبي يرحمك الله اما مركاو دائما بدات سموا اتلات وزيدي في جدار فانه لا يشمت يرحمك الله بعد كذا دي مرندار بل يقال عفاك الله انك مذكوم يعني من يزن عفو وهو من مجهوم واذا عطس الماموم في خطبه الجمعه يعني نكا امام جه خطبه نغو امريكاو ماموم هو امريكاو جاوا الجمعه اتموا فانه يحمد الله خفيفه يعني يمدمزم هو شاف او خفيف فإن جرى بذلك فلا يجوز للمصلين أن يشمتوا نكارن غو هانغو فو كانوا كي والولي بفناي وامبي يرحمك الله كانوا كي منا امام جي من بارين واذا عطس الامام فحمد الله جارا نكا امام اتموا احمد ميزن غو هانغو فو فان سكت الامام من اجل يعطس نكا امام ازيا سبو يا هي اتموا فلا باس اي شمت او كوس شا باس كاستاو او غو يرحمك الله وان لم يسكت فلا يشمت اما نكا كزيا ك
كسمة بيان لأن الخطبة قائمة مع الخطبة جباب فلو هاتش غير المسلم أما مركوة الإسلام وتموها وحمد الله أمي دميزين وسميه مسلم بسوى مكياف لشمته أنا مبيع يرحمك الله بقوله هداك الله مبيع يا أنا مبيع هداك الله أو عنفاك الله منيزين هونغو أو هو بونسي فقد كانت اليهود يتعطسون عند ربي صلى الله عليه وسلم يهود وكا كلمة تموها بزمت صلى الله عليه وسلم رجاء يقول يرحمك يرحمكم الله وكهو تراجك من تومي وحبه منيزنا وريموني فكان يقول يهديكم الله وسيول بحركم منيزنا هونغويني أهو سيليشيني ويكره يتوكيز لمن في الخلاء مركالي توني لقضاء حاجته أبتاز جزاه أيشمت انتشا يعني قبل أن تسموه بأرنقوه يرحمك الله ويكره أيضا لمن عطس في خلاء إيه أيامد الله بلسانه يعني تجمع كم رجع توني أتسموا بهم يدمني زم ويجوز له ذلك في نفسه يتكير يرغب نفس جواه وينبغي للعاطس يبص على تسموا أن يخفف أن يخفض بالعاطس صوته يعني صوته كنتيني ويرفعه بالحمد كتير يمديه نكاك يمديه يرغب هغفو وأن يغطي وجهه أباه سواه لأن لا يبدو من فيه أو أن فيه ما يؤذي جلسه يعني سجوا لو هندو يلاو مبواني جو تهميشا ونياه ولا يلوي ونقه يمينا ولا شمال ولا كحسي لو يدادين يلا بطوني لأن لا يتضرر بذلك لجوا سجابا لاندري نو زيرو يعني يلي هم نيكاو إيه أدابو زهي عطاس يعني زاو تموا زي أدابو زهي زاو تموا سبحانك الله وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.